أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من الحرة تتحرى. تقريرنا الاستقصائي لهذا الأسبوع تحت عنوان الحلال في أمريكا، ماذا وراء الاسم؟ الحلال اقتصاد إسلامي يتحرك بالمليارات داخل أقوى رأس مالية في العالم، وأصبح علامة تجارية تغزو شوارع الولايات المتحدة. في تقريرنا اليوم نرصد معكم الطلب المتزايد على الغذاء الحلال وكيف ساهم ذلك في انتعاشه في السنوات الأخيرة. نكشف أيضا الظواهر السلبية التي صاحبت هذا المنتج مثل الغش التجاري وارتفاع الأسعار، أمر يراه الكثيرون استغلالا للدين والمعتقد لتحقيق أرباح مادية. في التقرير أيضا شهادات ووثائق عن طريقة تعاطي الحكومة الأمريكية مع ثورة الحلال كما يصفها الاقتصاديون. لنتابع. هذا ما تبدو عليه شوارع كثيرة في المدن الأمريكية، كلمة حلال في واجهة المطاعم وعلى عربات الأكل وداخل أروقة المتاجر الكبرى، من اللحم إلى المعلبات مروراً بالأجبان وسلع غذائية أخرى، تبرز عبارة حلال واضحة للعيان، وصارت الكلمة علامة تجارية حاضرة بلا ترجمة في قاموس وسائل الإعلام الأمريكية. The labeling of halal foods. That's seeing a growing demand for halal produce. This is one of the few restaurants to offer halal meat. لم يعد الطعام الحلال مقتصرا على المسلمين من الأمريكيين أو المقيمين في الولايات المتحدة، بل امتد الأمر إلى ملايين من الأمريكيين الذين لا يدينون بالإسلام، ولكنهم أقبلوا على تحري الحلال ليس فقط في طعامهم، بل في تعاملاتهم المالية واستثماراتهم داخل أقوى سوق رأسمالية في العالم. منتجات الحلال قد انتشرت بشكل كبير في جل الأراضي الأمريكية، والتي جاءت عن طريق التجار المسلمين هنا وأعطوه القيمة التي ساهمت في انتعاشه بشكل كبير. حلال جايز سلسلة مطاعم شهيرة في أمريكا، أسسها رجال أعمال من أصول مصرية، بدأت في تسعينيات القرن الماضي بعربات الأكل في شوارع نيويورك. سريعاً توسعت السلسلة لتشمل ولايات أخرى، وتطمح الآن لفتح 100 من فروعها في جهات العالم الأربع. You guys are wondering the name of the place. It's called the Halal Guys. Halal Guys. Such a creative name for this place. الفكرة بتاعت كونسبت حلال فرانشايز فاست كاجوال فود، الكونسبت ده مش موجود في أمريكا، ودي كانت أول فكرة تبدأ. فيعني إحنا كنا أول ناس بدأنا عمال مضينا عقد مع حلال جايز في عشان نعمل حاجة زي ديت. قبل سنتين وتحت نظام الفرانشايز أو حق الامتياز، فتحت حلال جايز أحد مطاعمها في قلب العاصمة واشنطن، تلبية لطلب متزايد على الطعام الحلال من مختلف الفئات والأعراق والأديان. موضوع اللحمة هو أساساً في نسبة كبيرة من الزبائن ما تعرفش يعني إيه لحمة حلال، يعني نسبة كبيرة بتيجي هي مش عارفة يعني إيه لحمة حلال، وفي زبائن بتسأل يعني إيه الفرق بين الحلال والعادي، فاهمني؟ فاحنا بنشرح لهم، مش ما بنشرحهمش ان هو سبب ديني خالص، احنا بنشرح لهم ان هو السبب ان اللحم الحلال بس طريقه الذبح بتاعته بتنضفه من الدم والحاجات دي، فدي بتبقى ايه انقى للناس وصحيا احسن. احنا لينا زباين مسلمين بيجوا ياكلوا عندنا عشان اللحم حلال، بس 90% من زباين امريكان مش ما يعرفوش حاجه عن الحلال، ما يعرفوش معنى كلمه حلال. تعيش الأغذية الحلال في أمريكا فترة انتعاش كبيرة، وتشير توقعات إلى أن المؤشر التصاعدي لهذا الانتعاش سيبلغ مرحلة الذروة بحلول العام 2021، وبقيمة سوقية قد تصل إلى 27 مليار دولار.
بالأرقام تمثل هذا الانتعاش في سوق الحلال بالأكل والمشروبات، تمثل في ارتفاع جد تصاعدي، حيث سجل سنة 2016 ما يقارب 22 بليون دولار بأمريكا فقط. ثورة الحلال هذه مرتبطة بانفجار ديموغرافي ملحوظ يصنعه المسلمون داخل الولايات المتحدة، ففي ظرف 10 سنوات فقط ارتفع عددهم بمقدار 1 مليون نسمة، مع توقعات بأن يزيد هذا العدد بحلول العام 2050 إلى 8 ملايين. يعزى ارتفاع الانتعاش منتوج الحلال بأمريكا مع ارتفاع عدد سكان المسلمين بأمريكا، حيث قبل 10 سنوات كان العدد يقارب 2.4 مليون من السكان، والآن أصبح 2.5 مليون مقيم بأمريكا، إضافة إلى الأعداد الهائلة من السياح المسلمين الذين يزورون أمريكا في كل سنة. من المزرعة إلى المائدة مراحل يمر منها منتج الحلال على غرار باقي المنتجات، فقط طريقة الذبح والتسمية هما ما يصنعان الفرق. عمر والي مالك محل تجاري في مدينة سبرينغفيلد بفرجينيا، يقوم بشكل يومي بتوزيع اللحم الحلال على أكثر من 200 من نقاط البيع المنتشرة في ولايتي فرجينيا وميريلاند وواشنطن العاصمة. فما هي الشروط الواجبة لمنح ختم الحلال للذبائح؟ مكتوب الكلام ده في القرآن في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوزة والمتردية والنطيحة. فالحيوان اللي بياخد كهرباء ويموت يعتبر منخنقة، فده محرم، ده غير الميتة اللي مكتوبة في أول الآية. غير أن قطاعاً عريضاً من المستهلكين في الولايات المتحدة يتحفظون على مسألة الحلال، مثل تحفظهم على اللحم المذبوح وفق الشريعة اليهودية المعروف بالكوشر. يعتقد هؤلاء أن هناك توظيف للدين من أجل تحقيق مكاسب مالية، خاصة وأن أسعار اللحم الحلال تساوي الضعف مقارنة مع لحوم باقي الذبائح. أول حاجة كمية الدم اللي بتنزل في الذبح الحلال كمية كبيرة جداً، ودي بتأثر على السعر. نمرة 2، عشان نذبح بالطريقة الحلال بيلتزم مننا ان احنا بنجيب عمال اكتر عشان يذبحوا، عشان يمسكوا الحيوان وعلشان يذبحوه، لان معظم الذبح التاني بيبقى زي الفراخ مثلا كله بيتم آلي، ففيش عمال خالص. استغلالا لفارق السعر لم يسلم الحلال من عدوى الغش التجاري. في عام 2015 باعت شركة ميدمار الأمريكية لحوماً لم تذبح على الطريقة الإسلامية على أنها حلال. الشركة دي أصلها بتعمل إيه؟ هي عبارة عن شركة بتعمل باكج بس للحمة، يعني ما عندهاش مجازر، ما عندهاش عندها مكان، وبيجي لها اللحمة من كذا حتة وبتعمل لها باكج. الباكج بتاعهم جميل جداً وموجود في السوق لغاية دلوقتي للأسف. بيجيبوا لحمة مش حلال خالص على الإطلاق، ويجيبوا عندهم في الهاور هاوس ويشيلوا الليبل اللي موجود على الصندوق ويتحط ليبل تاني خالص. وللمفارقة يقع مقر الشركة في ولاية آيوا، وتحديدا في سيدر رابيد، حيث أول مسجد بني في أمريكا عام 1934. 70% من اللحمة الحلال اللي بتنزل من أمريكا على السعودية ودول الخليج كان هو اللي بيبعتها، وكلها مش حلال. ولأن الأمر يتعلق بسلامة وصحة الأفراد، دخلت أجهزة تنفيذ القانون ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI على الخط،
وتم توقيع أقصى العقوبات على الشركة. Since a jury convicted Bill Ossie, the founder of Minimar Corporation, on 15 federal counts, including conspiracy, making false statements on export certificates and wire fraud. رغم العقوبات، لم تكن قضية ميدمار هي نهاية الغش في الطعام الحلال. فكثيرة هي الحالات التي جرى ويجري رصدها، ما يؤثر سلباً على ثقة المستهلك في هذه السوق. واحد إنه يجيب لحمة مذبوحة اليهود ذبحينها، هو بيعتبرها حلال وهي صح حلال، ما حدش يختلف على هذا، لكن لازم تعلن للناس بالضبط أنت جايب إيه. ناس في بعض المحلات بتجيب لحمة وتقول إنها مذبوحة بالإيد زي الفراخ مثلا وهي مش مذبوحة بالإيد، يعني يبتدي يغش ما بين الاثنين، يا إما هو بيجيب مثلا الاثنين ويخلط الاثنين ببعض. عامل الثقة الذي يقوم عليه اقتصاد الحلال ليس وحده كافياً لجعله اقتصاداً تنافسياً، فالأمر يحتاج في نظر الفاعلين في المجال إلى قوانين تؤطره حماية للمستهلك ولوضع حد للفوضى التي سادته لعقود. أول قرار طلع أن كل سلعة تنزل مذبوحة حلال لازم يكون عليها حلال ويكون فيها مراقبة من الحكومة الأمريكية على أساس أن واحد مسلم موجود في كل مجزر تابع لأقرب مركز إسلامي بيقوم بعملية التفتيش عليها. منتصف تسعينيات القرن الماضي، وزارة الزراعة الأمريكية ضمت الحلال إلى مجال اختصاصها. يعود الفضل في ذلك إلى هذا الرجل مصطفى فهمي، أمريكي من أصول مصرية. هو أول من دفع المشرعين الأمريكيين إلى وضع إطار قانوني للحلال. ده اللي بالنسبة للبوليسي دي مش بس بقت في أمريكا، ده البوليسي دي عرف كودكس اللي هي دستور الأغذية، ده عالمي. خد البوليسي دي وبقت جزء من البوليسي بتاعت الكودكس، أصبحوا بيقولوا على الحلال. هذا التجاوب الحكومي لتنظيم سوق الحلال أملاه الطلب المتزايد على المنتج والرغبة في محاربة الغش، وعززته تجربة سوق الكوشر اليهودي. احنا خدناش من ناحية الديانة، احنا خدناها من ناحية الغش، وكمان اللي خلانا ساعدنا على كده ان نفس الحكاية بتطبق على الكوشر، فاحنا خدنا الطرفين كانوا قوي جدا عندنا، ان احنا من الناحية بتاعت الغش وضد القانون انك انت تكتب حاجه مش موجوده، وفي نفس الوقت انت كمان بتنفذ الحكايه ديت بالنسبه للكوشر، وبالتالي نفذناها على الحلال. نتيجه لهذا دخل الحلال مرحله الثوره، لكن التحدي لا يزال قائما على مستوى جعل المنتجات الحامله لعلامته في متناول الجميع. بنشتري الحلال منين؟ من المحلات الصغيرة اللي هي بتبقى الكوست بتاعتها غالية طبيعي، ما نشتريهاش. لكن اللحمة مثلا اللي بتنشتريها من سوبر ماركت العادي جاينت وسيف واي وشابر بتبقى أرخص. فإحنا لو قدرنا نحطينا الحلال في المحلات الكبيرة دي، مش عايزة جدال، اللحمة هترجع تبقى زيها زي اللحمة العادية. الحلال مفهوم خرج من عباءة الإسلام ليتحول إلى اقتصاد يتحرك بالمليارات، وليصبح أسلوب حياة لا يقتصر فقط على قطاع الغذاء، بل امتد ليشمل أيضاً السياحة والصناعات الدوائية والتجميل ووسائل التكنولوجيا، والبقية في الطريق. كان هذا تقريرنا لهذا الأسبوع تحت عنوان الحلال في أمريكا ماذا وراء الاسم؟ بعد الفاصل إضاءات أكثر في حوارنا مع ضيفنا من بيروت، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج الحرة تتحرى. في الجزء الأول من البرنامج عرضنا تقريراً بعنوان الحلال في أمريكا ما وراء الاسم، فيه استعرضنا واقع هذا المنتج الذي خرج من عباءة الدين والتحديات التي يواجهها وخارطته في اقتصاد الولايات المتحدة.
حول الظاهرة التي أخذت أبعادا أخرى تتجاوز الطعام لتمتد إلى البنوك والسياحة والتجميل والدواء وحتى العلاقات الاجتماعية في الغرب طالها مفهوم الحلال. يسعدنا أن ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت السيد عدنان حلاوي، رئيس وحدة الاقتصاد الإسلامي في مؤسسة ريفينيتيف للمال والأعمال. أهلا ومرحبا بك معنا سيد عدنان. كما ورد في التقرير الذي شاهدناه، شكرا، أهلا بك. أهلا ومرحبا بك. أصبح الغذاء الحلال في الولايات المتحدة رقما لا يستهان به داخل المعادلة الاقتصادية الأمريكية. ما هي نظرتكم إلى أو في عوامل انتعاش سوق الحلال في أمريكا؟ شكرا أستاذ محمد. في واقع الحال بداية سوق الحلال إجمالا مرتبط بالطلب عليه، وعالميا هناك ما يقدر ب 1.8 مليار مسلم في العالم يتحكمون بالطلب على هذا القطاع، بالتحديد على قطاع الأغذية الحلال ومكملات نمط الحياة الإسلامي التي تتوجب بها الشريعة الإسلامية. في الولايات المتحدة الأمريكية ليست غريبة عن هذا الواقع العالمي، حيث هناك عدد من المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا نسبيا هم أقلية، على ما أعتقد حوالي 1% من مجمل السكان في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بالرقم كرقم نحن نتكلم عن 4 أو 5 ملايين نسمة يعيشون في الولايات المتحدة. أضف إليهم عدد المسلمين الذين يزورون الولايات المتحدة، وهو ما يقارب أيضا 4 إلى 5 ملايين سنويا مسلم يزورون الولايات المتحدة. هذا إذا اعتبرنا الحلال موجها فقط للمسلمين. هناك سوق يتراوح بين 5 إلى 10 ملايين نسمة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يشكل الركيزة الأولى للطلب على الغذاء الحلال. ولكن هناك بعض الأصوات تتحفظ على كلمة حلال وتعتبره توظيفا للدين ربما سيد عدنان، وذريعة حتى لارتفاع بعض أسعار هذه المنتجات. ما رأيك بذلك؟ صحيح. طبعا هناك تحديات كبرى لقطاع الحلال، هي موجودة في العالم إجمالا، ولكن تبرز بشكل خاص في الولايات المتحدة والدول الغرب. طبعا نبدأ بالمشكلة الأكبر، وهي مشكلة الإسلاموفوبيا أو رهاب الإسلام أو ربط كل شيء إسلامي بالتطرف بالإرهاب، وهذا شيء إلى حد بعيد يصعب التحكم به في أيامنا هذه. هذا من ناحية الصعوبات في تسويق المنتجات الحلال كمنتجات حلال. ثانيا، وأنت أصبت الصميم عندما قلت أن الكلفة مرتفعة. كما تعلم معظم الذبح في أو الإنتاج في الغرب ليس بالضرورة حلال، وبالتالي لتجد منتجات حلال أو لحومات أو دواجن حلال أو لدفع تكاليف هذه المنتجات هناك بريميوم، مما يجعل هذه المنتجات أغلى أو أكثر كلفة. هناك أيضا كلفة إضافية متصلة بالسيرتيفيكيشن أو الكلفة، حسب ما أفهم أنه بكلف المنتج الواحد للاعتماد الحلال التكلفة بين 1500 و2000 دولار للمنتج الواحد التكلفة. للمؤسسات الصغيرة والمحلات الصغيرة والمطاعم الصغيرة والمنتجين الصغار هذه ليست كلفة قليلة. ويتم تمرير هذه الكلفة بحال دفعها إلى المستهلك، يعني الكلفة على المنتج والمستهلك. هذه بعض الصعوبات التي تواجه القطاع الحلال. في السياق نفسه يا سيد عدنان، كيف تنظر إلى إضفاء أو إضافة صفة الحلال على بعض المنتجات الغذائية التي قد لا تحتمل ذلك، كمشروبات حلال، صودا حلال، وحتى يعني علكة وحلويات أيضا حلال، ووصلت إلى بعض مواقع وتطبيقات التعارف والزواج التي ترفع كلمة حلال؟
صحيح صحيح. ما في شك انه في يعني هذه مشكله كبيره، انه بكل قطاعات بكل مجالات في احيانا استهلاك للمفهوم، والاستهلاك او احيانا او توظيف في غير مكانه لاي صفه على اي منتج. يعني يمكن مش بس هذا المشكله بقطاع الحلال. نحن طبعا نتمنى على المنتجين عدم مثل ما قلت استهلاكها بغير اماكنها، ولكن بالامثله التي اعطيتها، اول شيء مش كل شيء فينا نقول حلال ومش حلال. يعني نحن بنحاول نستعمل الصفه الصحيحه في المكان المناسب. مثلا الاوتيل ما بنقول عنه، فينا نقول عنه عائلي، بنقول مسلم فريندلي توريزم او ترافل. في اثيكال، في الاخلاقي، مثلا صفه الاخلاقيه، صفه الاورجانيك او العضوي، المأكولات العضويه. هناك كثير صفات جميله على السمع، قريبه لقلب المسلم وغير المسلم. وممكن تبيع اكثر اكشلي اذا بنستعملها بمكانها الصحيح. طبعا بكل قطاع في من يستهلك صفات معينه، ولكن هذا ما لازم يحد كمان رغبتنا من استعمال الحلال، لأنه ما لازم نستحي بهذا اللوجو أو الشعار، وهو شيء كتير بيريح المستهلكين. بس أنا هون بحب شير لأستاذ محمد لموضوع أنه تسويقنا للأمور لازم يكون بطريقة حضارية ويلاحق التطور، تسويق الأمور. وبالتالي نحن فتحنا اليوم مطعم، أوكي حلال ما اختلفنا، بس التركيز على قد ايه الطعام اللي بيقدمه المطعم طيب وشهي. فإذا المنتوج ليس فقط صفته الوحيدة هو حلال، لازم يكون منتوج جيد وطيب ولذيذ ويلبي حاجات العالم. التسويق له دور مهم بجعل أي مكان حلال، ليس فقط للمسلمين. وإن شاء الله مع الوقت في ناس مثقفة، في ناس واعية، في ناس بتعرف إنه الحلال أقرب إلى العضوي، الحلال أقرب إلى الأخلاقي، الذبح الأخلاقي، وإلى الفيجيتاريان أو الـ you know. So السيد عدنان حلاوي، رئيس وحدة الاقتصاد الإسلامي في مؤسسة ريفينيتيف للمال والأعمال، من استوديوهاتنا في بيروت، شكرا جزيلا لك. وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، وننتظر تعليقاتكم وآراءكم عبر عناوين برنامج الحرة تتحرى المبينة على الشاشة لصفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. نلقاكم الأسبوع القادم بخير وتحقيق جديد. في أمان الله.